مساء الخير لكل المتابعين لموقع جبلنا. تتبعا لموضوع جمعية الفردوس في معليا، قبل فترة وجيزة التقيت مع المحامي أمير متى أحد الأعضاء المعينين للجنة، وادعى ما ادعاه أو قال ما قاله في المقابلة. واليوم أنا هنا أمامي الأخ جورج أنقولة رئيس الجمعية السابق قبل تعيين اللجنة المعينة، وهنالك ادعاءات منه حول أقوال الأخ أمير متى قبل فترة وجيزة. أخ جورج، يعني خلنا نفهم اليوم حسب ما ذكر الأخ أمير، اللجنة عم تشتغل بشكل دقيق، الإدارة سليمة، الجباي بالوقت، جابوا شركة الجباي، عم ببعثوا الجباي حسب بالبريد. يعني هل هذا النظام لم يكن من قبل في الجمعية، أو هل بالفعل أنتم كنتوا كان نوع من الإهمال أو التساهل بقضية الجباي وبقضية إدارة الجمعية حسب ما ادعى الأخ أمير؟ هن الجمعية الجديدة اتبعت نظام جديد غير النظام اللي كان متبع بمعليا من يوم قامت الجمعية. كان عندنا نظام انه جاء بيروح ومتعودين عليه، وهن بيعرفوا لسه لحد اليوم في ناس مش عم تدفع لانه متعودة على انه على اسلوب على النظام القديم. وبقدر اقول نظامه احسن، ممكن اقول انا اقول النظام اللي كان قبل يمكن احسن لكل بلد الى حيثياته. يعني اللي بينفع بحيفا عند يوسي المدير الجمعية الجديد مش شرط ينفع بمعليا. هن بيقولوا انه نجحوا بتنظيم الديون، بس الواقع انه بعدهم ما نجحوا، لانه لانه فوتوا حفرات قضيه. لما فوتوا حفرات قضيه اليوم عم تشتغل حفرات قضيه بمعيا، بقول انه شركه جباي، يعني شركه الجباي، هذا بدل على انه مش ناجح الموضوع معك، مش ناجح 100%، والا ما كانش في حاجه لشركه جباي. اذا هن عم بيجبوا 85% مش بحاجه لشركه جباي، يعني شركه جباي عم تعمل عليا، ويعني هن عم بيعملوا عليهم، فيش حاجه لشركه جباي لانها ندفع لها مصاريف، واللي الناس راح تتكلف مبالغ كبيره على كل شهر. في عندنا حالات صعبه بمعليا اللي احيانا تحتاج لشركه جباي، بس مش كل واحد اللي بيدفع شهري او كل ما تفوت له على البيت بيدفع، نجي نبعث له طريق شركه جباي. اللي طبعا شركه جباي بتشتغلش ببلاش، تاخذ علي هي نسبتها او من كل شخص، بعرف كيف كم متفقين معه ولو انت متفقين معه هن بهي الشركه. انه مشروع انه هن نجحوا 100% كيف بيحكي السيد امير. واحنا بذكر انا وقتها كمان كنا نصل بالجباي لحد 90% بمعنى اهل معنى بحبوا يدفعوا بغالبيتهم. في ناس اللي هن بحبوش يدفعوا، نفس الناس بتلاقيهم بكل المحلات، ان كان بالمجلس وبالجمعيه تقريبا نفس نوعيه الناس اللي هي بتدفعش. وهي الناس اللي بدك تقول ثاني غير الجباي، يعني خليني اسالك سؤال بهم الشيخ جورج، وين فشت الجمعية على وقتك؟ ليش اجت لجنة معينة؟ ممكن تحكي لنا الشغلة كمان خلي الناس تفهم احنا شو سبب؟ كان عندنا غلط صغير انه بال 2017 كان عندنا اجتماع، بالاجتماع العام هذا مددنا عمل الجمعية. والبروتوكول ما توصلش بالخطأ، انا شخصي ما انبعثش للرشام، نسينا نبعث للرشام ما تسجلش. بال 2019 في ناس من معليا وصلوا الخبر للرشام وبعثوا لنا مكتوب وقررنا نعمل انتخابات، وما فكر انت بتذكر وقتها واعلنا وكان في مرشحين قبل الانتخابات بيومين. يعني كان الانتخابات المفروض تكون يوم السبت اذا مش غلطان، يوم الخميس المغرب اتصل امير متى بهنري ليوس اللي هو كان واحد من اللجنه اللي بتنظم الانتخابات، هو ومخيل عراف وتوما وطلب منه تأجيل لجمعة، عشان قال بادعاء انه كان الاعلان مش كل الناس شافته، للاسف هو كان بيعرف من قبل وانا بعرف انه هو بيعرف. فهنري ليوس من طيبة قلب يعني، وعلشان انه ما يعملش هيك بلبلة بالبلد، وافق ومددها لجمعة. هذا الحكي كان يوم الخميس. يوم الاثنين الصبح كان معنا مكتوب من الرشام انه تعين امير متى، واحنا انحلينا. يعني الاشي بهي السهولة، يعني لو هنري ما اجل يوم السبت كان في انتخابات، ما كانش في عند صلاحية ساعتها عند الرشام يمكن يغير.
يعني هذا السبب اللي خلى السبب يكون انه احنا نسينا نبعث. السبب الاساسي انه احنا ما بعثنا البروتوكول فاصبحنا كيلو احنا مش قانونيين. بس لما حكى معنا الرشام احنا دغري عملنا اجتماع وعيننا لجنه وبشرنا بالموضوع مش بيوم وليله بصير انتخابات، وكان معي قلت لك الاسماء الثلاثه علشان يديروا انتخابات وعينوها، وكان في مرشحين حوالي 10 مرشحين اذا مش غلطان. الانتخابات لازم المفروض كانت تكون يوم السبت ولكن تأجلت، خلال يومين التغت شو اسمه وتعينوا اللي تعينوا. الاول ما تعينش هنري، تعين بس امير ويوسي كاتس. لكن لما احنا عرضنا وعثنا دغري مكتوب للرشام وشرحنا حتى انه في نقود عنيانيم لوجود امير متى بالجمعية، لانه امير متى قبل بشهرين كان محامي اثنين قضيتين ضد الجمعية، ما بقدرش نذكر مين، بس محامي بقضيتين ضد الجمعية فجأة هو بدير الجمعية. يعني يمكن هو بنفس الوقت كان بعده موكل من قبله في نقود عنيانيم. فالرشام قال وقتها باتصالات تلفونية قالوا لنا يعني مع محامينا كانت قالوا لنا اوكي هيدا تكون فترة 3-4 أشهر لتنظيم الانتخابات، ودخلوا هنري ليوس معهم من كيلو احنا من يعني من اللجنة اللي كنا معينة، يعني من وين اجى اسم هنري؟ من اللجنة كانت تدير الانتخابات لإرضائنا شوي على انه شهرين ثلاثة ينعاد انتخابات، وصلى سنتين بادعاء انه في كورونا. بس بهاي الفترة زرت بتعرف 4 انتخابات كنيسة كان 5 مليون واحد كان يصوتوا باسرائيل مش 400 واحد. يعني الادعاء انه الكورونا اللي هي عطلت ممكن بعتقد انه حجه، لانه شفنا 4 انتخابات كنيسه كان يعني مش انتخابات زيها. جورج شو مع ديون الجمعيه؟ يعني هون بامير يعني قال انه بالمقابله معي انه استلم جمعيه بدين 2,600,000. يعني هل هاي كافي مش كانت سبب كافي انه الجمعيه لازم لها تغيير او في سوء اداره او خلينا نقول نوع من التساهل؟ انا بصدفه زهير محتفظ بحجبونيت من شهر 10 تبعت مكاروت 10 اي سنه يعني 10/2019 يعني الشهر اللي خلصنا فيه كان دين الجمعيه 1,591,098 شيكل. ممكن نشوف الكاميرا قربها وين الدين؟ طيب مش كيف ادعى امير 2,600,000. احنا كمان كنا مع شركات مش شركات كثيره، واحده او ثنتين كنا نتعامل معهم بشكل شو كيف نشتري منهم القطع منهم شاحف، كنا مديونين لحوالي 70,000 شيكل. بس هذول 70,000 شيكل بنحكي عنهم اخرى شوي اللي هن حق خطوط مي كنا جايبينها وما لحقنا نعملها لذيق الوقت انه تغيرنا، كنا مخططين نعمل. يعني انت خلينا نقول لما انت تسلم امير متى او اللجنه الجمعيه قديش كان الدين حسب يعني انت حسب ما بتقولوا هم اللي بنعد دين اللي بنعدوا دين هن من هذول مكروه. بينما اذا انا بشتري مواسير وبعدني مش اجاش وقتها هي نوعا من دين يعني، بس انا عندي مواسير موجوده بالملايه بدي اشتغل فيها مشروع يعني واجاش وقت صرفها يعني كنت اشتغل معه للشاحف 90 يوم فما كانش بعده جاي وقت صرفها لما احنا اتركنا يعني. هي صح 70-80,000 بس هذول هي هن بعد قالوا امير دعم وعمل المشروع، بس المشروع او بدعي له انه الدين مننا او انه هو يتكفله كله كمان حقه كمان فيتفخرش انه هو عمله بنفس الوقت يقول لي احنا عملنا الدين. هاي الدين كان حق خطوط المي ما لحقناش نعملها لانه وقفونا، صار عندنا مشكله صغيره بالازور تاع السيارة وكان لازم نقدم خرائط للبوليس ومددوت واجى التغيير ما لحقناش نعمله فهن نيموه سنتين وعملوه بعد ما تخرب الخط. اليوم دين الجمعيه يذكر ب1,600,000 اذا مش غلطان حسب ما ذكر بالمقابله تبعته، يعني حتى شهر خلينا نقول 7 أو شهر 8/2021 دين الجمعيه 1,600,000. زهير متى انا بقدر اقول لك شيء واحد بشبه 1/9 بالحجونيت الأخيرة تبعت مكاروت دين الجمعية عبارة عن 3,517,000 وفراطة زائد آخر حساب اللي هو 309,000 وفراطة يعني قارب على 3,900,000. أنت عم تحكي على دين قرابة 4 مليون شيكل حتى 1/9/2021 يعني قبل يعني أنت
عندك واثق من هذا الكلام؟ انا واثق جدا، واذا هم بيقولوا انا غلطان بيقدروا ينشروا حشونيه مكاروت الاخيره اللي فيها الحساب وفيها بالصفحه الثانيه موجود الدين زي ما فرجيتك دين. بس هون انت عم تحكي على فرق كبير جدا بين هو شو بقول او شو ذكر وبين انت شو عم بتذكر هسه. طبعا انا بقول فرق وانا واثق منه وانا بقول فرق يعني على 2 مليون ونص. اذا هو شايف اذا هم شايفين انا غلطان حق معي تشوف وبيقدروا هن عندهم الحق ينشروا الحشونية الأخيرة اللي هي بواحد 9 اللي مبين فيها الدين والما يتكذب الغطاس. يعني في حديث سابق معك ذكرت انه عندك كمان اعتراض او ادعاء بخصوص خط 8 إنش اللي انعمل بالمرج اللي ذكره كمان امير بالمقابلة. ما هو ادعاءك لذلك؟ هذا الخط احنا كنا هذا خط جدا حيوي ومهم جدا للمنطقه الصناعيه ولحارات معينه بقلب البلد اللي بقوي المي فيها جدا حيوي. احنا اشترينا وقت الخطوط هاي هي 70,000 اللي كانوا دين علينا بشاحف وبلشنا نباشر فيه، بينما البوليس وقت وقفنا وطلب مننا نعمل خرايط عشان يقدر يسمحوا لنا نقطع الشارع، ما قدرناش نباشره يعني بهاي الفترة اللي احنا تغيرنا فيها. وبعدين انزبطت الخطوط كل معلية شافت حوالي 1.5 سنة 2 سنين تهني بشروه وكملوه وصار فيه حتى خرابات، ولكن للأسف يعني أنا كيف عرفت الجمعة هاي إنه هني عملوه بشكل مش مهني، يعني ما كانش مثلا يعني إذا هني الجمعية نفسها راح تتصلح خط حده وصاروا ضاربينه هن نفسهم لانه طايش 20 سم بس تحت الارض. الجميع نفسه قبل الجمعه بحشت وبالغلط صابوه لانه كانوش عارفين حالهم، عارفين انه هو على غمق 20 سم يعني ما انعملش بالشكل المضبوط. وكمان الامير ادعى يعني قال مش ادعى انما هتصير يعني صرح انه الشيء كلف 84,000. السؤال لما انت بتجيب كبلان بمبلغ كهذا احنا عاده مشان كنا نعملها اغلبها احنا نعملها بايدنا عمالنا، وانا ورفعات ننزل بالجوره معهم مرات بنساعدهم يعني. واذا بدنا نحتاج تراكتور من هون يومية تراكتور شو اسمه نجيب التراكتور من البلد، بينما اذا بدنا نجيب شركات ولا مره جبنا او مره واحده كانت. وعملنا مخراز هي اول ما طلعنا وربحوا رياض صباغ وعملوا رياض صباغ ربحوا لانه كان ارخص واحد. اما نجيب مشروع 84,000 بلا مخراز وبعرفش اذا بلا مخراز او اذا كان ارخص واحد بالمخراز. افكر كيف سمعت انه كان في مخراز وما كانتش الهتسعه الارخص بينما كان ضعف الهتسعه الثانيه. بس شو ادعاءك بهي الشغله انت هون؟ انه ما انشغلش بالطريقه المضبوطه، تكلفته كيف قالوا صرحوا غالي كثير وما كانش في مخراز يعني، او اذا كان في مخراز يقولوا قديش الهتسعات الثانيه كانت، ليش الشيء سر يعني ما حداش يعرف ليه، ومين كان بعده ومين كان ارخص ومين كان اغلى، وما شغلش مضبوط وما كملش بعده. يعني بعده فيهوش مي لحد هسه من شهرين. طيب. الامير قال بدي ركبوا الشوفير لاحظ صار له شهرين بعده لحد امبارح ما كانش فيه مي الخط ما اشتغلش. اليوم خليني اسالك سؤال يعني خليني اقول جرج نقول اليوم كمواطن في معدية، مواطن عادي في معدية ما كنتش بالجمعية وهذا، شو مدى رضاك من عمل جمعية الفردوس اليوم؟ كيف انت شايف الصورة؟ يعني انا بشوف كمان زي ما انتم اشتغلتوا بفترتكم كمان هن بفترتهم اليوم انجزوا عده مشاريع حيويه بالبلد وعم بيشتغلوا يعني قايمين بالواجب. يعني هل انت راضي عن عمل الجمعيه الان انا وعن عمل اعضاء اللجنه المعينه فيها؟ كل مشروع بنعمل زهير كل متر خطوط بنمد هو لمصلحه معي لا شك، بس لازم الاشي ينعمل يكون مدروس بالاسلوب الصحيح ويكون يعني بفي بالغرض المستقبلي، مش بس انه نعمل انه 100 خط بينفع على اليوم، بفي بالغرض المستقبلي. عملوا مشاريع بس حولوا الجمعيه لشركه للارباح. احنا لحد ما كنا عملنا ومدينا خطوط اكثر من المد هسه بكثير، مش فيش مجال للمقارنه انت قدعت، بس كنا ناخذ حق وسط المي 2500 شيكل، ما رفعناهاش ل 5000 من اجل الربح، تنقول عملنا يعني احنا ما عملنا عشان نقول بدنا نعمل ونرفع ونحمل الناس فوق طاقتها، لما قال لان الجمعيه في النهايه هي جمعيه تعاونيه، جمعيه لمصلحه الناس، مش عشان تعمل عساكين اللي بدها تربح فيها من الناس.
يعني بس الربح طبعا بالاخر بده يكون للجمعيه. للجمعيه بس فجاه واحده ترفع من 2500 لما 5000، يعني انت عم بتضاعف عشان تقدر تعمل مشروع. فما في في شيء مش صحيح يعني مش مدروس جدا ليش يعني فجاه على قد كلفت يعني. يعني حتى لما بتمد خط الجمعيه اليوم مثلا بكلف نقول 100000، مش مفروض الجمعيه تسده خلال جمعه، لانه خلال سنه سنتين راح على هذا الخط يجي اخرى 20 واحد يوصله. الجمعيه هي بتعمل الهشكعه شوي شوي بترجع له. هي ما بتمد خط وبتقول خلال شهر انا لازم اكون معوضه يعني وخلص، والا لا بصير ربح. يعني صفت الاشي زي شركه عم تدور على ربح مش على مصلحه ناس. بالنسبه لرئيس الجمعيه المحامي يوسي كاتس، طبعا ولا اي واحد من اعضاء الجمعيه او اللجنه المعينه بيقدر يتركوا شغلهم، محامي امير، محامي هري، انت بفترتك. لكن من ناحيه ثانيه يدفع لرئيس اللجنه المعينه معاش او اجر 7000 شيكل بالشهر على ما اظن. وبعرفش كم مره بيجي بعمعليا بفحص الامور. هذا شيء حسب رايك مش مضبوط. شو ادعائك يعني؟ شو بتحب تنوه بهي النقطة يعني؟ شو الحل؟ أنا هون بدي أشكر هاملي وأمير على وقتهم اللي بصرفوا يعني ببذلوه، لأنه أنا قبلهم بعرف قد إيه بدها وقت الإدارة وقد إيه بدها أعصاب كمان مش بس وقت، وقد إيه شو ما تعمل الناس تحكي عليك. ولكن بما إنه عندنا واحد زي يوسي كاتس اللي هو بقبض 7000 شيكل بالشهر، يعني صار مكلف معي 200000 شيكل تقريبا بالسنتين هذول، ليه ما يكونش قاعد بالجمعية على القليل يوم أو يومين بالجمعية؟ ليه بتواجد مرة بالأساس شو وظيفته هو يعني؟ هو إذا هو الرئيس الفعادة اللي هو البنظي يعني معين. هو واحد من اللي بنظي ليه بكونش هو موجود هون؟ بفحص يعني هو هل يعني عن جد أنا كيف بعرف بيجي يمكن تقريبا مرة بالشهر بيقدر واحد يدير عليه جمعية بالدايرة بلد بمرة بالشهر تكون واجد أو على التليفون يديرها؟ هون في شيء غلط. اذا بده بنادم شو طلبك لكان؟ مفروض اول انه يوسي بيقعدش يقدر يقبض وبحطه مدير كيف حكى امير اللي هو موجود وبراقب وبيطلع وبشوف الشوارع معليه وبفحص وين في مشاكل، او هن يلاقوا حل ثاني. يعني بصيرش انه واحد يقبض مصاري ومش عم بيعمل شيء. هذا شيء غلط وعم بكلف معليه مصاري كثيره والنتائج بس لورا. يعني الاشي عم بتدهور الوضع الجمعي. انا بصراحه بقدر احكيها وبصراحه مش يعني على المدى كمان انه عم تتدهور، عم تصل لوضع انه بعرفش بعد هوين الرجعه فيها. اليوم هي بوضع هوين مش هوين او يعني شبه مستحيل الرجعه فيها. قبل الرجعه على شو يعني؟ رجعه نوقف على اجريها. لما دين الجمعي وصل 4 مليون شيكل تقريبا الإشي صار صعب كثير 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 جدا وما عملوش إشي. هن بيدعوا انه كل ادعاءاتهم يعني انه هي بس بالجباي. بسألهم سؤال واحد، فحصوا الابحاث ابحاث المي؟ في اكثر من نوع ابحاث، في ابحاث بالكفيه اللي هو بسموه من هاتي، وفي ابحاث مي اللي بنزل تسربات وسرقه. مره واحده اخذوا دوخ وفحصوه ولا ما فحصوش؟ يفحصوا، عندهم ابحاث ما يقارب 30%. اي شركه بالعالم 30% عندها بنزل تطلع بخساره. هون لازم يشتغلوا الكفيات. اذا عندنا 5% 10% بنستدهم بعد سنه، بنقدر نجبيهم من هذا دفعنا له وهذا ما دفعنا لهش، بنقدر نتشك عليه ونجيب المصريات بالاخر. اما المي اللي بتنزل بالارض مستحيل نقدر نرجعها. المكرونه بترجع لناش حقها، مع انها بترجع بين اي اخر مره ترجع لناش حقها. هون لازم يشتغلوا وما عملوش شيء. احنا ايامات ما اشتغلنا، وانا راح ارفق زهير وابعث لك، تقريبا كل سنتين ثلاثة كنا نجيب شركة مختصة بفحص الخطوط وتقول لنا وين في مشاكل وين في ساعات مقلوبة وين في نزلات تحت الأرض ونصلحها عشان نقدر نخفف الإبحاث. مع إنه بفترة معينة عالي ولقينا بالآخر وين، بس برضو هذا خطوط مي معلية، خطوط مي فيها صار لها 50 60 سنة، دائما رح يكون في مشاكل. مش كيف ادعى أمير وإحنا ما صلحناش. إذا بعرف شو في دائما رح يضلوا في مشاكل. بيقعد آخر 10 سنين بالجمعية كل يوم اثنين عنده بتسوس، كل يوم اثنين عنده مشكله. هاي عندك 30 40 كيلومتر خطوط دائما فيها مشاكل، عندك 1000 بيت ساكن دائما في عندك مشاكل فيها. فتتوقعش انه توصل لوضع انه تقعد شهر ولا مره تطلع تصلح، دائما راح يصير تصليح عمير. وانا راح زهير اوصل لك الدخول تبعت البديكوت هاي اللي كنا عاملينها قبل. بالشيخ
جورج، تحب تذكرنا شوية مشاريع اللي أنجزت في فترتك كرئيس للجمعية؟ مشاريع حيوية خلينا نقول. بفترتنا كثير مشاريع أنجزت، كثير، مش واحد واثنين وثلاثة. كان طبعا غير التصليحات اللي بتيجي يعني يومية، مش على ترميم، حتى إنه كان في شبه اتفاق مثلا بينه وبين سامر، وقتها كان سامر جبران والمجلس، إنه كل شارع المجلس بيصلح فيه الزفتة احنا كنا نفوت ونغير خطوط فيه، لأن الخطوط قديمة نغيرها عشان ما نرجعش بعد سنتين ثلاثة تخرب عنا. يعني احنا بالفترة اللي استلمنا بال 2009 أنا ورفعات وبسام ونيلوس، بعد شهر اجى المجلس بقولنا عندنا شارع المرش تحت من عند تقريبا من عند وين محل شو اسمه دار قصير برزير مجدي قسيس عند الكنيسة لعند المقراش عند سامر قسيس دور عملناه. عندنا كان حارة المغارة اللي كمان غيرنا كل خطوط فيها. الشارع عند من حبة الياسموراني عند سامر قسيس لأشرف سباه كمان. شو مع خطوط المي خلينا نقول بالأغراض الزراعية كان في عندكم؟ كان عندنا خطوط المي للغرب. احنا أول شيء اشترينا خط المي من سلمى، دار من سلمى عساف اللي هو كان واصل للزعاق، ومنه كملنا وصلنا اليوم لأبو شريح، وصلت أكثر لخلط عاص اليوم هن وصلوا. يعني يوسف قسيس وصل خط لخلط عاص أبو شريح، وصلنا لظهر المغارة كمان، الزقاق كله الظهر كله فيه مي اليوم. هي كلها خطوط عملناها. كمان في مشروع احنا عملناه اللي هو ما كانش ولا مرة في شوفاري لاحد سماعية، وقتها احنا كمان عملنا هالشكل شو اسمه بدرس، جبنا مهندس مي اللي اخذ خرائط معليه كلها وبنى لنا وين لازم يكون الشوفاري لاحس او مكتني لاحس، وتركبت حسب خريطه حسب شيء مدروس. وغير بعد في كثير مشاريع صغيره طبعا يعني، غير الاعمال اليوميه تصليحات ترميمات تصليحات يعني اكيد شوارع صغيره واشياء انعملت كمان. طيب يعطيك الف عافيه. حسب ما ذكر في المقابلة المحامي أمير متى سيدعي لاجتماع لانتخابات جمعية الفردوس في شهر 12 القادم، يعني بعد شهرين من اليوم، هل لك ما تقوله في هذا الخصوص؟ هن صار لهم سنتين يقولوا كل شهرين يعملوا انتخابات، بتأمل تكون هاي آخر مرة يعني بوعدوا انتخابات وبتتأجل يعني، لانه الاشي بس عم برجع لورا ومش عم يصير شغل مضبوط ومش عم تتقدم. بس قبل ما يصير انتخابات كواحد اللي بيعرف شو الجمعيه وفوتنا بضغوطات مع مكاروت، احنا لما وصلنا 1,500,000 وصلنا لمحاكم مع مكاروت، وصلنا لضغوطات، وصلنا لايام ما كنتش انام بالليل لما يكونوا مهدديني ثاني يوم يقطعوا المي مكاروت ونحكي ومحامية تنقدر بالاخر وصلنا لهالزير، قصدنا الدين بإيش اللي بتقدر تتحمله الجمعية بحوالي 40,000 شيكل بالشهر، أكثر من هيك صعب على الجمعية تدفع شهر يعني. اليوم 4,000,000 وما حدش عارف إنه في ضغوطات ومش عم بيحكوا هن عن إنه ما كرب ما ضبطيته. أنا بفهم الإشي ليه؟ لأنه هن اليوم منتخبين من قبل الرشام، والرشام عنده كلمته ودعمه ل يعني مكروت تحترم موقفه. بتأمل إنه قبل ما يتركوا الجمعية، لأنه أي جمعية ثانية راح تيجي بدين زي هذا مش راح تتحمل أكثر من شهرين أو ثلاثة، راح تكروس سنة مية على البلد، وراح يكون في حلول ثانية ساعتها الكارثية لمعية زي تأجيد أو مش تأجيد. والتأجيد إشي كارثي، اللي بيقول هو يعني بعرف شو معنى تأجيد يسأل اللي عنده تأجيد ببلاد ثانية. بتوجه لهنري وأمير وبطلب منهم قبل ما يعملوا الانتخابات يصلوا لاتفاقية مع مكروت يقسطوا الدين لفترة طويلة. إذا الجمعيات لقدام بتصير وضع أحسن ممكن تسكر بسرعة أكبر، بس يصلوا لتقسيط مريح، مش تقسيط يعني يقولوا إنه قسطنا يكون 200,000 شيكل بالشهر ويقولوا قسطنا يعني، لأنه الجمعية خلال شهرين مش راح تعمد فيه. يصلوا لتقسيط اللي هن شايفين انه الجمعيه بتقدر تدفعه فوق حق المي شهري، لانه غير هيك الاشي كارثي. هذا طلب شخصي مني لامير وهنري متى. يوسي عنده علاقاته وعنده طرقه اللي افكر بيقدر يصل لهيك سكيم. اذا لحد اليوم احنا ب4,000,000 ما قطعوش المي، معناته عنده المقدره يعمل معهم تقسيط قبل ما يترك.
4 مليون طبعا حسب ادعائك. حسب ادعائي وانا بقول لك اشي بنشب ما تبينش بعد الناس. تشريط مكاروت 1.9 بيطلع 3 مليون و900 وانا واثق عنه، وهسه بيجي 1.10 بيكون قريب ال 4 مليون لانه الجمعيه كل شهر عندها حوالي 100,000 وهن مش منتبهين وعم بتراجعوا بكل شهر ما يقارب ال 100,000. طيب